باقية ما باقية المعتقل والشهيد عشنا حنايا حنا نبقاو عايشين نعيشو بكرامة وبحرية ودار لأنهم كانوا على حق وحنا كنقولو ناصر السفسافي حق الحرية ديالو المعتقل والشهيد المستحيل الشعبية بداية شكرا جزيلا لمنبر فاس نيوز على التواجد ديالو وتلبية دعوة الإطار تنسيقية جهة فاس مكناس لحمالة الشهادات المعطلين فرع فاس الأشكال النضالية التي تدعو لها. كما يعلم الرأي العام الوطني والمحلي على أننا دعونا اليوم لوقفة احتجاجية أجل تنديد بتسقيف السن في 30 سنة لاجتياز مباراة التعليم، كذلك للتنديد بالغلاء الفاحش الأسعار والمطالبة بتوزيع العادل للثروة، كذلك المطالبة بتحسين شروط النقل بمدينة فاس. الكل أجمع على إقبار الطبقة الكادحة، الطبقة المهمشة المسحوقة منذ أن وصلت حكومة عبد العزيز أخنوش وانهالت على الشعب المغربي بالزيادات بالهجومات على مكتسبات كانت تاريخية وترك المغاربة عليها الدماء من أجل تحصينها و سنوات طويلة من الاعتقالات السياسية ليأتي السيهم بن موسى وكذلك أخ النوش ويتم إقبارها بجرة قلم كإطار معطل. ننديد إلى جانب السكينة الفاسية وإلى جانب عموم جماهير الشعبية لوطننا الحبيب على أنه بركة من الغلاء، بركة من هاد الهجومات. نقول بصوت واحد بغينا طوبيسات فاس، نريد أن نجتاز مباراة تعليم في شقها الحالي، عفوا نريد أن نجتاز مباراة تعليم بدون قيد أو شرط، كذلك نريد أن نعيش بكرامة في وطننا الحبيب. بالله عليك على أن مواطن عنده صالير ودخل قار وتقهر بهذه الزيادات تلو الزيادات، نمسي ونصبح على زيادات جنونية. هناك من المواد الاستهلاكية اللي سجلات زيادات أكثر من 100%، ما فهمناش هاد الشيء. هذا تارة يعزى إلى أسباب مرتبطة بالحرب بعوامل خارجية، وتارة تعزى بالنسبة للهجوم على سن التوظيف بالنسبة إلينا على أننا تجاوزنا سن 30 سنة وأصبحنا غير قادرين على الإنتاج. أقول السي بن موسى أنت راك قاب قوسين أو أدنى من الأقبر، أنت دابا خصك تكون جالس كتلعب الضامة ولا كتلعب الكارطة في شي قهوة العجزة، أنت ماشي غادي تجي وغتسير لنا دولة. إلا كنت أنا وصلت ل 30 سنة أصبحت غير قادر على الإنتاج أنت فما بالك؟ هذا سؤال يطرح نفسه. نفس الذريعة اللي كيتضرعوا بها بالنسبة إلينا هي عكسها اللي كيشدوا بها الموظفين اللي وصلوا ل 60 سنة ويخرجوا يرتاحوا لأن خدموا واحد سنوات طويلة. المسؤولين ديال البلاد يتضرعون على أنهم مازالين قادرين يعطيو، مازال قادرين ينجو. واش واحد وصل ل 60 سنة كتقول له أنت مازال قادر تنتج، واحد عنده 30 سنة كتقول له أنت مبقيتيش قادر تنتج؟ أي منطق تفكر به؟ هاد الطعمة السياسية، هاد الناس اللي غرباء على المجال السياسي، كاين فيهم اللي تقادفته الأجهزة المخزنية، كاين اللي تقادفته الشكارة ديالو حتى أوصلته لسدة الحكم. هجومات بالجملة على الشعب المغربي، احتقان كبير. نسجل إلى جانب أبناء الشعب التنديد بهذه الهجومات على الطبقة المسحوقة، ونقول ونتوعد بالتصعيد لأننا كإطار معطل سنة ونحن في الشارع سنستمر في احتجاجاتنا السلمية المشروعة التي يكفلها القانون الدولي وحتى القانون الوطني. ولا عزاء للمتكالبين على أبناء الشعب، وليعلم الجميع أننا نحملهم المسؤولية كاملة إن وقع ما وقع وإن ذهب الشعب المغربي في أشياء لن تحمد عقباها، لأن مستويات احتقان وصلت إلى أرقام قياسية، كذلك معدلات التضخم وكذلك البطالة والفقر، وقس على ذلك من المآسي اللي كتمظهر يوم على يوم ويسجلها مؤسسات الدولة الرسمية وتقول على أن هناك أزمة. إلى جانب أبناء الشعب وبمعية أبناء الشعب نقول بصوت واحد وعالي لا لتجويع أبناء الشعب، لا لسقف السن في 30 سنة، لا لفرض الانتقال الأولي، نعم لتكافؤ الفرص، لا للزيادات الجنونية في أسعار المواد الاستهلاكية، لا للنقل
بهات المواصفات ونعم لنقل مواطن يليق بعراقة مدينة فاس وبتاريخها. شكرا جزيلا مرة أخرى.